اليوم رح نحكي عن مكتشف في غاية الأهمية، مكتشف مش بس غير حياة العالم، غير حياة البشرية. بكل بساطة هو النظارات الطبية. لكم أن تتخيلوا كيف كان العالم بدون النظارات الطبية، وكم ساعدت النظارات الطبية ملايين بل مليارات البشر على مر الزمان في اكتساب المعرفة وفي ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. النظارات الطبية يعود الفضل لاختراعها إلى العالم الإسلامي الحسن بن الهيثم، أو ما يعرف بابن الهيثم، رائد علم البصريات، الذي بعدما تقدم به السن وأصبح يعاني في أثناء القراءة بدأ يجري أبحاث على الزجاج إلى أن تمكن من الوصول إلى اختراع العدسة المحدبة التي ساعدته في تكبير الأشكال والقراءة وتكبير الكلمات بشكل واضح. تم بعد ذلك إنشاء وتطوير ما يسمى بالنظارة الطبية في إيطاليا في العام 1286. قبل ذلك أيضا ساهم العالم الإسلامي عباس بن فرناس، ذاته هو عالم الطيران، بتطوير ما يسمى بحجر القراءة. المزيد عبر تقصي العرب.